السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم مشعل عبد الله العجمي. طبعا أنا قبل 3 أشهر جتني إصابة بالركب، ولا دريت شنو صار فيها اختلاف الموضوع، وتأكد في دولة الكويت قالوا إن عندك موضوع قطع بالغضروف، غضروف الركب. ورحت عند كذا دكتور بالكويت وجوني أصدقائي وعلموني إن في مستشفى بتايلند اسمه وش تاني متخصص العظام والمفاصل. وجيت المستشفى وسويت فحوصاتي ولاحظت إن ما شاء الله إن الدكاترة جدا دقيقين للمريض ويهتمون المريض بشكل رائع جدا. وقال لي الدكتور انه لازم تسوي عمليه، والحمد لله سويت العمليه والحين شافيت. العمليه بالركب فتحوا 3 فتحات، العمليه منظار عالج فيها الغضروف ونظف الرباط، وكانت فيه عظمه مكسوره وملتحمه مع اللحم وشال العظم. الحين الاعراض تحسنت بشكل كبير من بعد الله والعلاج الطبيعي والدكتور. المستشفى جدا ضخم وجدا فخم ومرتب جدا، وتعامل السسترات وتعامل المترجمين تعامل رائع يعجز اللسان عن وصف. انا انصح كل شخص بالكويت وبالخليج وبالعالم إذا يعاني مشكلة بالمفاصل لا يفكر إلا بوش تاني. ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ